بقاء لله. عشان توسع يا تاني وسعوا لنا سراجم عشان تعرف تعدي عشان تعدي يا جدعان عيب كده على مين؟ ولا يا استاذ خلاص يا جماعه بقى خلاص اهي تعالى استني تمشي راحة فين؟ معاك يا حبيبتي بس لما يبعدوا عننا ده ايه ده؟ طب انا بجيب العربية وجهك على رجلكوا بقى هات بياكوا الدكة حاج عفاف حاج عفاف الدكتور ايه ده عايز يسلم عليكي ازاي مين؟ حبيبكم هو انا بسلم عليكي عزا يا جماعة ممكن حضرتك يعني تكلمينا بما ان في علاقه وصداقه بين حضرتك وبين شقيقه المستشار المستودع منصور تكلمينا عنها تكلمينا عن العلاقه اللي بين حضرتك والصداقه اللي بينكم دي عشتها طويله قوي وانسانه محترمه جدا وخلوقه جدا ومؤدبه وصاحبه صاحبتها هقول ايه الله يرحمها من اعز الناس يعني الله يرحمها ويغفر لها العالم من اهل الفردوس الاعلى ان شاء الله بس خلاص بقى يا جماعه سيبها تمشي بقى خلاص الكلام مساء الخير على كل المتابعين موقع جريدة المصري اليوم زي ما حضراتكم شايفين يعني الفنانة عفاف شعيب تقدم واجب العزاء للمستشار المستودع منصور في وفاة شقيقته السيدة دعاء أحمد منصور السيدة دعاء أحمد منصور لمستشار منصور يعني وأبدت زي ما حضراتكم شفتوا خلال اللايف إن هي اتكلمت عن صداقتها وقربها مع بعض زي ما حضراتكم شفتوا رغفة الله يعني رحمة الله على السيدة دعاء أحمد منصور ويعني شقيقة المستشار المرتضى منصور رحمة الله عليه. زي ما حضراتكم شايفين وصول المنتج محمد فوزي لتقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور لتقديم واجب العزاء لمعالي المستشار في وفاة شقيقته السيدة دعاء أحمد منصور رحمة الله عليها ويرزقها بها وسويها الصبر والاستبعاد. Thank you.
استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق الأعزاء. هو مبتلي ليه انت؟ ايه ده؟ طيب رئيس الوزراء أصول رئيس الوزراء الأسبق دكتور إبراهيم محلب لتقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق يتقدم لواجب العزاء للمستشار أحمد اللي هي المستشار مرتضى منصور زي ما حضراتكم شايفين في وفاة شقيقته السيدة دعاء أحمد منصور. طبعا استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق العزاء في شقيقته الراحلة بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بعد أن وفاتها المنية يوم الاثنين الماضي. وحرص كل الفنانين من على تقديم وجب العزاء للفنان للمستشار مرتضى منصور منها من ضمنهم الفنانة صفاء السعود والفنان صلاح عبد الله. رغم صعوبة حركته الفنان صلاح عبد الله تقدم لتقديم واجب العزاء على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور. وطبعا يعني حصل حدث احتضان بين صلاح عبد الله ومحمود المنصور لمساته بعد وفاة شقيقته داعين المولى عز وجل أن يغفر لها وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. طبعا يعني أعلن المستشار محمود المنصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة شقيقته الصغرى دعاء أحمد منصور في حادث سير. وقال مرتضى منصور في منشور على صفحته الشخصية: والبقاء والحمد لله توفيت شقيقتي الصغرى دعاء نتيجة حادث سير مروع بشارع أحمد عرابي، والفقيدة هي زوجة الدكتور محمد عادل صادق ووالده والدة المستشار أحمد عادل رئيس المحكمة الاقتصادية بيها الإسماعيلية. وشيعت جنازة جنازتها ظهر يوم الثلاث الماضي من مسجد الكبير بقرية ملشوش بمسقط رأس العائلة بمحافظة الداهلية. ويعني يقام العزاء الثاني لشقيقته اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم بالقاهرة بعد أن أقيم العزاء الأول في الثلاث الماضي في القرية مسقط رأسهم. طالبين المولى عز وجل أن يغفر لهم ويسكنهم في جناته. شكرا لكم متابعين موقع جريدة مصر اليوم. كان مع حضراتكم سامع علي. شكرا لكم.